الصحفيون ممنوعون من تغطية مداولات مجلس نواب الشعب باستثناء القناة الحكومية ووكالة الأنباء الرسمية بعد قرار عدد من النواب منع وسائل الإعلام الخاصة والدولية من تغطية الجلسة الافتتاحية، قرار تصنفه نقابة الصحفيين التونسيين في خانة ضرب حرية الصحافة وحق المواطن في المعلومة، وتشير إلى أنه يناقض مبدأ الشفافية والدور الرقابي للإعلام. منع وسائل الأعلام من تغطية مداولات مجلس نواب الشعب بلجانه وجلساته العامة وكل أشغاله هذا ضرب لحرية الصحافة، اعتداء جديد على حرية الصحافة وضرب لحق المواطن أنه يعرف سلوك النائب متاعه اللي نخبه، سلوك النائب وأداؤه داخل مجلس النواب ومواقفه من المشاريع القوانين اللي باش تتقدم له. ويشدد المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين على ضرورة الحوار مع نواب الشعب والاشتغال مع لجنة إعداد النظام الداخلي للبرلمان على احترام حرية الصحافة. الأهم اليوم هو أنه نشتغل مع أعضاء لجنة إعداد النظام الداخلي للبرلمان على أنه النظام الداخلي هذا يحترم حرية العمل الصحفي في مجلس نواب الشعب ويمكن الصحفيين من الحرية الكاملة في العمل، طبعا في إطار ما تضبطه أخلاقيات العمل الصحفي وقانون القانون المنظم للمهنة. وفيما يبرر النواب المعارضون للتغطية الإعلامية لأشغال البرلمان القرار بتخوفهم من نقل ما يصفونها بالصورة المشوهة عن المؤسسة التشريعية، يزداد توجس الصحفيين من تراجع حرية الصحافة في المرحلة القادمة. حرية الإعلام وحرية الولوج إلى المعلومة هو مبدأ أساسي في علاقة طبيعية بين أي سلطة في العالم وأي مؤسسة إعلامية، وما حدث وبدر من البرلمان يوم أمس كان حقيقة سابقة خطيرة، وهي سابقة خطيرة قد تبين بأنه في المرحلة القادمة تونس داخلة في مرحلة مظلمة من حرية الإعلام. جدل متواصل بين السلطة التشريعية والسلطة الرابعة، ومعركة يجمع مراقبون أن الرابح فيها خاسر، تطرح الأسئلة من جديد حول الميل نحو سياسة التعتيم ومصادرة حرية تعد من أبرز مكاسب الثورة التونسية مكفولة بالدستور والتشريعات التونسية. إينيس فرادي، اليوم، تونس.